هذه المسألة تفسر لنا أن الجيش اللبناني أصبح كمؤسسة وطنية شبه وحيدة الآن تمثل كل الشعب اللبناني. الجيش اللبناني الآن يتمتع باحتضان شعبي لبناني من الشمال إلى الجنوب ومن الجبل إلى البحر. كل الناس الآن مع هذا حلو. مع الجيش اللبناني ويدعمه ويقف وراءه. حتى من كان في وقت من الأوقات يراهن على داعش، بعد وجود هذا التيار ووجود هذا المناخ المعادي للتطرف والمعادي للإرهاب غير من مراهنته على داعش أو على غير داعش، واضطر إلى أن يعلن أنه يقف مع الجيش اللبناني في تطهير لبنان من هذه البؤر الإرهابية.